اليوم كإدارة نادي الشرطة تصدق باللاعب على رأس اللاعب، بس هو بنادي كإدارة وهذا آنية زين. هذا مو اتهام ربما إدارة النفط مزورة العقد، اللاعب موقع سنة واحدة وأنتم تقولون سنتين. علي إحنا هاي الكلمة لازم يحاسب عليها مازن صياد، يعني إذا ما يحاسب اليوم يحاسب يعني بالأيام القادمة. أنت لما تقول مزور يعني هاي أي كلمة يطلقها اليوم إعلام يطلقها أو مازن صياد أو إدارة تقول إحنا بحجم نادي النفط هذا هاي السنة 40 سنة بالإدارة وبالهذا اليوم إحنا على مود مازن صياد نوقع أو نزور عقد مالته، يعني هل تعقل أنت هيجي اليوم إحنا هيجي خلاص؟ لاعبك هيجي قال، الله يحفظك أستاذ مشتاق، لاعبك مازن صياد هيجي يقول اللي هو عمر وياكم وسنوات صار له يقول هيجي. أقول لك أنا يحاسب عليها. احنا اليوم خلينا نحكي بوحده. شلون يعني يحاسب؟ خلينا نحكي وحده. انا يحاسب. احنا عليه سوينا عقوبه بالاتحاد العراقي، الاتحاد العراقي الفيصل بيننا وبين اللاعب. اريد اختصر كل المفردات لان هذا الكلام انا سامعه مرارا وتكرارا. نعم. خلينا نتحدث بالمنطق انا وياك بعيدا عن الشرطه. واضح. كاداره نادي النفط لاعب ما يريدني، ما راغبني، ما هاوي يلعب وياي، ليش هذا التمسك باللاعب؟ استاذ انت تقول ما هاويني. احنا هاي طلعت هسه موديل جديد، اللاعب ما عندي رغبه. ليش احنا من جبناه خلال 4 سنوات من حال الى حال والله وفقه اثنين، هذا كلها فضل نادي النفط. صح هو بجهده بس هذا كلها فضل نادي النفط. احنا علينا يحترم نادي النفط ويحترم العقد الموقع ويانا، موقع ويانا سنتين يكمل هالسنتين والله ومحمد وعلي وياه. والحل هسه بينك وبين دكتور عدي، مازن فياض مع من؟ مازن فياض يتحمل كل هاي التبعيات ويرجع الفريق ويكون لاعب مؤثر يخدم نادي النفط. المواقف طيبة ما بين الإدارتين. اللي أتمنى من العم العزيز أبو شوقي، من الأخ مشتاق والأخوة في إدارة النفط، اللي أرجع وأقول تربطنا علاقات متينة مع هذه الإدارة الطيبة. نتمنى أنه نحل الموضوع بالتراضي، لأنه مازن ثروة وطنية، مازن لاعب منتخب وطني يحتاج البلد. فيعني الإصرار من إدارة النفط أو من إدارة الشرطة، صح مازن يتحمل جزء من القضية، لكن احنا يجب ان يكون لنا رعاية ابوية ودية اخوية مع هذا اللاعب حتى نوصله الى بر الامان. واتمنى نحل الموضوع. استاذ حبيبي استاذ علي، نعم، يعني ارجع واقول لك تحية خاصة لاخوي العزيز دكتور عديد حبيبي. اليوم احنا لازم نحل بالتراضي. انت اليوم من عندك تخابر على مازن صياد، اخواننا الشرطة يخابر عليه تقولوا له يرجع الفريق والله يوفقه حتى يروح للمنتخب. لان احنا بالنسبه لنادي النفط استاذ خلينا نكون واقعيين، نادي الشرطه اليوم الحمد لله عنده لاعبين وعنده كلهم نجوم ويستحقون كل الشكر والتقدير. بس احنا نادي النفط ما عندنا ذيك الاسامي المؤثره، كل زين هو يعرف دكتور عديد. احنا يمين اقول لك مازن صياد احنا متمسكين به مو على مود غايات، بس انما هو لاعب مؤثر يخدم فريقي. اليوم انا اذا نتائج مو زينه اليوم احاسب عليها من خلال وزاره النفط. احنا اليوم اللجنه الرياضيه بنادي النفط يعني ما يصير نعطي استغناءات لاي كان، يعني احنا يكمل السنوات مالته حتى اي واحد يجي وزاره النفط يحكي ويانا نقول يا بس احنا خلص العقد مالته والله محمد. زين انت عندك عقد رسمي سيد مشتاق صحيح؟ نعم عقد رسمي مازن فياض موقع وياكم. استاذ انا ارجع واقول لك اكو ادله جنائيه. حلو. لا مو انا اريد اوصل النقطه. صحيح دكتور عدي مازن وقع وياكم عقد؟ اي نعم. اذا هسه موقع عقدين اللاعب. اي نعم. صراحه اللاعب يدخل بمشكله قانونيه، شلون يوقع عقدين؟ احنا مو قلت لك انا ذكرتك يا كابتن، احنا من وقعنا مازن يعني وذكرت الكابتن مشتاق في اكثر من مره انه احنا من وقع ويانا مازن ما كنا نعرف انه مازن عنده سنتين عقد التزام، ولا ما كان وقعناه، ولا كان ايضا كل الطرق اللي مثل ما تعاملنا مع الاتحاد الانديه اصلا التعامل مع النفط اسهل. زين العراقي مركزي الاتحاد العراقي المركزي عنده بيان وعنده قرار، ما يلعب اللاعب الا سنتين و150 مليون. بس اللاعب الان وقع بمطب قانوني كبير وموقع عقدين معاكم ومع الشرطه. هي شوف مو ليش اقول لك هو استاذ هو حيتحملها، يعني انت مازن فياض انا ارجع واقول من نهاية المنبر مالتك الشريف اقول اخويا مازن فياض اخويا الصغير يرجع الصوابه ويرجع الفريق وننسى كل الخلافات، لان يعني هسه انت كل ما تفوت الايام هاي مو زينه على مازن، لان يعني الاعداد راح من عنده، المباراه راح من عنده. ذا اليوم احنا نسوي بالات خير اليوم رجعه، يعني بعد ايام بعد ما اقدر ارجعه بعد بكيف الشرطه بعد ما رجعه يقول احنا مستعدين يرجع مازن فياض. واحنا بالعكس احنا اقول لك يا كابتن عمان ذكرت لك الشرطه
يعني ليس طرف في القضية، مو طرف، احنا مو طرف في القضية، ما تحل القضية يمن، قضية ما بين اللاعب وإدارة النفط. يسمعني الأخوان، يمكن كابتن مشتاق، وأنا ذكرت لك إياها قبل اتصال كابتن مشتاق، زين، اللاعب عنده رغبة في تمثيل الشرطة، صح، أرجع وأقول لك صح، النفط قدم مازن فياض للواجهة وللمنتخب الوطني، وأعتقد أيضا مازن يعني وجهة نظر بسيطة أيضا قدم للنفط وساهم في إنجازات اللي حصل عليها الفريق النفطي. اليوم وصلت يعني النقطة إنه اللاعب يعني وجهة نظر اللاعب يقول لك أنا أيضا حق أحترف حبيبي. نعم، هاي كلمة أقول لك إياها، ما كل يوم لاعب مسوي فضل عنا، بس النوادي كل النوادي، لا لا كابتن، لا لا يعني أنت ما يخالف كابتن، يعني أنت النادي يسوي فضل على اللاعب، طيب اللاعب من يمثل النادي ويساهم معاه بالحصول على إنجاز، هذا مو فضل؟ إذا هم شيء متبادل يا كابتن، يعني مو بس النادي يقدم، صحيح استاذ، بس انا يساعدك بالانجاز، يساعدك بالوصول الى كل العالم مراتب متقدمه. دائما النادي له قيمه، يعني قيمه كبيره للانديه، يعني انت نادي الشرطه قيمته اكبر من اللاعبين، يعني اكيد اكيد بس اكيد، بس همتي انا ارجع واقول اللاعب له دور كبير، انت شلون توصل الى القمه كابتن، شلون توصل الى القمه اذا انت بالله. انت من الناس، انت من الناس كابتن مشتاق، انت من الناس كابتن مشتاق، ما قدمك نادي النفط بالواجهة؟ بس سؤال، استاذ انتم الشرطه شلون وصلتوا بالقمه؟ من خلال تخطيطكم كاداره محترمه، الله يسلمك، من خلال جلب اللاعبين، من خلال توفرتوا لهم كل ما يحتاجون اللاعبين والمدربين، وصار الانجاز مالكم. نعم. هذا ما يجي يعني كيف كابتن مشتاق، بس سؤال لو ماكو اداره محترمه ما يصير انجاز كابتن، بس سؤال يعني. نعم. اليوم الانجاز بمن يتحقق بالجمهور، بالملاك التدريبي، بالإدارة، وباللاعبين، إذا اللاعب جزء، اللاعب جزء وركيزة أساسية من تحقيق الإنجاز. حلو. فبالتالي أكو دين متقابل، دين من الإدارة من النادي على اللاعب، واللاعب يرد الدين بأنه يقدم مستويات متميزة ويساهم بالحصول على الإنجاز، فهنا المعادلة تكون متكافئة. أنا ما أريد بس إحنا نقول إحنا نقدم اللاعب اللي حق علينا المدرب، هسه إحنا ما وصلنا، هذا مو نقطة نقاشنا، أيهما صاحب فضل، اللاعب أم النادي؟ يعني نقطة نقاشي مازن فياض شرطاوي أم نفطاوي؟ توصلوني لنتيجة لو نخلي الكرة بملعب الاتحاد؟ أستاذ مازن فياض لاعب نادي النفط.